هل إنجاب الأطفال ضرورة يجب تحقيقها؟ سؤال يمكن تعتبروه غريب بالنظر لاعتبارنا اجتماعياً إنه الإنجاب أمر بديهي وسنة الحياة مثل ما بنسميها. ووفقاً لغريزة الأمومة والأبوة اللي عند أغلبنا والرغبة بالتكاثر واستمرار جيناتنا لأزمنة قادمة. لكن قبل ما تجاوب بأكيد على السؤال اللي سألته بالبداية، سألت حالك هل أنت مؤهل مادياً ونفسياً وتربوياً لإنجاب الأطفال وتحمل مسؤوليتهم؟ يمكن تعتبروا كلامي مثير للسخرية وتحكولي ما كل الناس عم تجيب أولاد، هلأ صار في مؤهل ومش مؤهل. صحيح أنه كل الناس بجيب أولاد، بس مش كل الناس قادرة توفر لهم احتياجاتهم وتربيهم تربية صحية وصحيحة. هاد غير أنه في أشخاص ضد فكرة الإنجاب أساساً، سواء كنت جاهز ولا مش جاهز، وبيسموا حالهم اللا إنجابيين. هاد موضوعنا لليوم، يلا حلقة جديدة. لما توصلوا لسن معين يا عزيزاتي وأعزائي، يعني ببداية العشرينات تقريباً، بتبلشوا تسمعوا عبارات من اللي حواليكم، خاصة نبع الحنان. إمتى بدنا نفرح فيك؟ إمتى بدنا نشوف ولادك؟ نفسي أشوف أحفادي قبل ما أموت. وحتى البنات بيتعرضوا لضغوط مجتمعية كبيرة لحتى يتجوزوا قبل وصولهم لسن معين وتبدأ حظوظهم بالإنجاب تقل. تعاملنا مع فكرة الإنجاب كضرورة حتمية ومرحلة يجب خوضها بالحياة خلت البعض عبارة عن آلات تنجب الأطفال وبترمي، دون وعيهم بمسؤوليتهم تجاه الأطفال. في دراسات تناولت أسباب قيام القتلة المتسلسلين بجرائمهم، وجدت أنه نسبة منهم كان السبب الرئيسي هو العائلة. فإما عاشوا طفولتهم وسط عائلة متفككة أو مع أم وأب قاسيين وكبروا في وسط يفتقد للعاطفة. مثلا في دراسة لباحثين بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، ربطت تعامل الأهل مع أطفالهم بإمكانية تحولهم بالمستقبل لمرضى نفسيين أو مجرمين خطيرين. الطبيبة النفسية والعالمة السلوكية تيري موفيت تعتبر أن الحرمان والإساءة والإهمال من قبل العائلة تجاه الطفل قد تنمي بداخله سلوك معادي للمجتمع وإجرامي على المدى البعيد. أكيد هلأ بلشت تدرك معي خطورة إنجاب الأطفال دون الوعي بحجم المسؤولية. هلأ رح تسألوني يعني أنت ضد الإنجاب؟ لا أنا مش ضد الإنجاب، أنا ضد أنه عديمي المسؤولية وعديمي الثقافة بأبجديات التربية أنهم ينجبوا أطفال، وضد فكرة أنه الكل لازم ينجب ومن حق أي شخص يصير أب أو أم، لأنه في أشخاص لما بتشوف معاملتهم لأطفالهم بتقول حرام يكون عندهم أولاد. وأنا متأكدة إنه هلأ خطر عبالك شخص هيك من بيئتك أو معارفك. في أهالي بتنمروا على أطفالهم، في أهالي بيضربوا أطفالهم لأنهم مفكرين إنه الضرب وسيلة للتربية، مع إنه العلم والأطباء والمختصين أجمعوا إنه الضرب مش وسيلة تربوية أبداً، وإنه بيسبب آثار نفسية خطيرة جداً على الطفل. وما في ضرب خفيف وضرب مبرح، الضرب ضرب، ويا ريت بيقتنعوا على الفاضي. بيجي بيحكي لك طب ما انا انضربت وانا صغير وهيني اموري تمام وعلى العال. لا يا حبيبي، والله لو تركز رح تلاقي انه امورك مش تمام ولا عال العال، وعندك عقد نفسيه تعد ولا تحصى. بس السؤال هون، ليش عندنا هاي الرغبه القويه بالانجاب؟ بكل بساطه يا عزيزي، رغبتنا بالانجاب تنبع من رغبتنا في ارضاء غريزه الامومه والابوه اللي بداخلنا، وانه نحس بهالشعور الجميل بالاضافه لاستمرار النسل، وانه تجيب اولاد يحملوا اسمك مثل ما هو متعارف عليه بالمجتمع. لهيك يا عزيزي، لما تكون شخص غير مؤهل لتربية طفل وتنجب بسبب ما سبق فهاي أنانية تامة. يعني أنت مستعد تجيب طفل على هاي الحياة وما تتحمل مسؤوليته وتهمله وتربيه بشكل غير صحي إرضاء لرغبتك وغريزتك وشعور داخلي بخصك أنت فقط، والنتيجة إنتاج مزيد من العاهات والمعقدين بالمجتمع. طيب معك خبر يا عزيزي إنه العلماء بيحذروا من كثرة التكاثر والإنجاب؟ كيف؟ هلأ بحسب الرواية الدينية البشرية بدأت بآدم وحواء، ومن هناك بدأت الحياة على الأرض بالتكاثر والتزاوج حتى وصلنا اليوم إلى قرابة 8 مليار إنسان بيعيشوا على هالكوكب، رقم كبير بيعتبروا بعض العلماء والمختصين إنه مدمر للكوكب، وإنه هالحشود البشرية هي السبب بالأزمات المناخية اللي بتهدد الأرض حاليا، من تغير مناخي وجفاف واحتباس حراري واللي بدورهم بسببه مجاعات. الفيلسوف والباحث السكاني والاقتصادي البريطاني توماس مالتوس قال في مقال له بالقرن 18، رغبة البشر الجامحة في التكاثر ستؤدي في النهاية إلى زيادة عدد سكان الكوكب والتهام جميع موارده والموت في مجاعة جماعية. يعني باختصار، الكائن البشري هو السبب الرئيسي في هلاك الأرض. هالكوارث الطبيعية والخطر المحدق بكوكب الأرض، إضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها العالم
العالم أجمع دفعت مجموعات مناهضة للإنجاب للظهور في عدة بلدان منها عربية، وبيسموا حالهم اللا إنجابيين، وهم أفراد بيرفضوا فكرة الإنجاب من أساسها لعدة أسباب، منها إنهم بيعتبروا الأرض كوكب لم يعد صالح للعيش، وإنه كل ما ننجب طفل فرصة تدمير البيئة بتزيد، إضافة لوجهة نظرهم إنه الطفل اللي رح يجي على الدنيا مصيره المعاناة. وشو المعنى من إنجاب طفل لهالعالم التعيس؟ يعني حسب كلامهم ليش أجيب طفل عالم كله حروب وأوبئة وأزمات مناخية وأوضاع اقتصادية تعيسة وأخليه يعيش نفس المعاناة اللي أنا تمنيت إني ما أعيشها؟ طبعا هذا كلامهم مش أنا اللي عم بحكي، لدرجة إنه البعض بيقولوا إنه أفضل طريقة تحب فيها الأطفال إنك ما تجيبهم على هاي الحياة. مسألة مناهضة الإنجاب قديمة جدا، فمثلا الشاعر العربي أبو العلاء المعري اللي عاش بالعصر العباسي الثاني كان معروف برفضه لفكرة الإنجاب، وتعتبر فلسفته من الجذور اللي تأسست عليها فكرة اللا إنجابية. لكن في الآونة الأخيرة ظهرت هالفكرة بشكل أكبر، وصار في جماعات مناهضة للإنجاب تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وبيشاركوا أفكارهم ووجهات نظرهم. الخلاصة أنا مش جاي أتبنى أفكارهم ومش ضد الإنجاب، خلفوا واصطفلوا، بس أنا كل اللي عم بحكيه إنه لما تقرروا تنجبوا أطفال تأكدوا إنكم قادرين على تحمل مسؤوليتهم وتربيتهم بشكل صحي. بصراحة مش ناقصين معقدين وعاهات بالمجتمع، يعني حضرتك بتخلف وبتعرفش تربي وبدك نحن نتحمل إنتاجك؟ ارحمنا. احكوا لي رأيكم بالتعليقات، وقبل ما تنتهي الحياة على كوكب الأرض لحقوا حالكم واحضروا الحلقات السابقة وتابعونا على تيك توك، تعرفوا أزمات مناخية وتهديدات وهيك. إلى اللقاء بحلقة قادمة إن شاء الله، معي أنا زينب العقيدي. We'll be right back.